ايه شو قلت له؟ قلت له ما بصير هيك. وشو صار بعدين؟ انتو شو عم تعملوا؟ لازم نخلص الشغل، صار لي ساعة قايلكم انه المدام بدها الملف يكون جاهز. يلا استعجلوا كملوا شغلكم. لك ليش ما بتنفذوا المطلوب منكم؟ مستحيل يمشي الشغل بهالطريقة. يلا شو ناطرين؟ هاتوا الملفات. اعطيني. تفضل. روح. وانت وين ملفك؟ خلصني هاتوا. انتبه منيح جشوار. ليش هيك عم تعمل؟ هلا بيشوفوك. لك ما عم بعمل شي ابدا. لا تخاف انت شبهك، انا عم بطلع منيح، عم شوف الوضع قدامي. جسوال جسوال، شايف هنيك هداك الرجال اللي قاعد على الجنب هنيك؟ رح نبلش معه هلا. يلا امشي. تحياتي استاذ. تحياتي. تحياتي. الحقيقة نحن جايين من منطقة بعيدة، وبصراحة أنا حابب أحكي لك قصتي. نحن عايشين بقرية صغيرة وبتبعد عن المدينة كتير، وقريتنا أهلها بيعتمدوا على الزراعة، بس مع الأسف أراضينا كلها عم تعاني كتير من العطش. في عنا مشكلة كتير كبيرة بالمي، ما عنا مي هنيك أبداً. أنا جبت هذا المخطط تبع المي. اسمع، بدنا نقابل السيدة المهندسة لأنه نحن ضروري كتير إنه نقابلها. سمعنا عنا كتير كلام حلو عن جد، وهي كتير كريمة وبتساعد الكل، ونحن رح تتغير حياتنا إذا ساعدتنا عن جد. إيه إيه. سيد ساتيش، هالجماعة عندهم شكوى عن المي وطالبيني قابلوا المدام. يا جماعة أنتوا لا تاكلوا هم أبداً، أنا شخصياً بدي أشوف هالمشكلة. المدام هلأ مشغولة، بعدين هي بدها تروح تشوف أهلها كمان، ما هيك؟ أول شي أنا رايح لتابع ملف كتير مستعجل، وبعدين رح شوف شو بقدر ساعدكم. تفضل تفضل يا أخي معي، ارتاحوا هون. أنا ما قلت لك أخي جشوار، أكيد هلأ آرتي رايحة على بيت أهلها من شان تعطيهم المصاري، وأنتم ما رح يضل لكم شي أبداً. وشو بدنا نعمل هلأ؟ اسمع جسوال، ما عنا غير حل واحد، انه نسرق بطاقة الصراف الآلي تبع آرتي وبعدين منسحب الراتب. جودي قالت انه الرقم السري موجود على البطاقة، في اثنين موجودين لازم ناخدهم بسرعة كتير. هيك بيمشي الحال. ماشي، اول ما تجي فرصة منفوت على مكتب آرتي ومنسرق عالسريع. لازم روح واعطي الملفات للسيد شارما، في تفاصيل لازم تتعبى وتنبعث للمفوض، وأنا بعدين بشرح له الوضع، وبعدها بروح بسرعة بدي أشوف أبي وأمي. هاي شنطايتها ما هيك؟ إيه؟ فتشها بسرعة. يلا شو هاد؟ استنى ورجيني. بطاقة صراف آلي. هي 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 هي. كنت رح اختنق يا جسوال. جسوال
ايه يلا خلينا نروح بسرعة هلا. امشي خلصنا. يلا امشي يلا. امشي امشي بسرعة الحالي. ايه جسوال الغالي. انا متوتر زيادة عن اللزوم ما هيك؟ ما فهمت. المصيبة ما بدي اقتل الدجاجة يلي بتبيض ذهب، لانه اذا اكتشفت شي رح يصير مصيبة وقتها ورح نتبهدل. مزبوط عم تحكي والله. طيب خلينا نعرف قديش في بحساب كنتك وبعدين منتصرف على هذا الأساس، وهيك منعرف قديش صاحبت مصاري وكمان منعرف قديش حطت لأهلها. لكان ايه هاي الفكرة ممتازة. يلا خلينا نشوف هلأ. يلا, يلا. ها. ايه هلأ منشوف اللغة الهندية. هلأ لازم حط شو عم يقول الرقم سري معناتها هي. وين وين نظاراتي؟ هذا اللي كان ناقص، نسيت النظارة بالبيت. الخط كتير صغير ما عم بقدر اقرا شي ابدا، انا ما عم شوف. حتى انا ما جبت نظاراتي، بس استنى شوي خليني اتاكد. شو عم يقول؟ غلط غلط غلط، خليني انا اجرب. هات لقلك هات. اخيرا الرقم صحيح. عم يعطيني كثير خيارات. شو لازم اكبس هلا؟ لازم اكبس هون ولا هون؟ لا عارف قديش الحساب، ما بعرف. انا دائما بروح مع يوديا، هو بيعمل كل شيء، انا بس كنت اتفرج عليه من بعيد، ما بعرف شيء. لك هذا يمكن ولا هذا، ما بعرف انا واحد. ما عم يكتب لي وين الرصيد، شلون بدي اعرف؟ انا ما عندي اي خبره بهي الأهلة، بحياتي ما استعملتها. ابني مسؤول عن كل هالمواضيع، هو علمني بس انا نسيت. ايش بدنا نعمل هلا يعني؟ لا يا اخي يا اخي. نعم امرني. ما عم بعرف كيف استعمل هاي الآلة يعني، بتعرف؟ ايه بس هاي البطاقة لك ما هيك؟ ايه طبعا لالي، بس هي يعني هي جديدة، مشان هيك انا ما عم بعرف شلون استخدمها، عرفت علي؟ بس هيك يعني جديد. طيب قل لي اخي، انت بدك تسحب ولا بدك تعرف الرصيد؟ لا 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 لا، ما بدي اسحب مصاري، انا بس بدي اعرف شو العمليات اللي صايرة بالحساب، يعني بدي اعرف قديش مسحوب مصاري. الرصيد الرصيد. طيب كبيس اخر زر من تحت هو المطلوب. هذا؟ ايه ليكو هذا هو الرصيد. ايه صح. يا شكرا يعني لك. تسلم. مع السلامه. عزبناك. هاد شو هاد؟ عم يقول انه ما في رصيد ابدا. وين راحوا المصاري؟ ولا شيء ابدا. بنتي وينك؟ إن شاء الله تكوني حضرتي الأكل، آلتي قربت توصل. إيه أمي. بابا بكرة بتشوف، كل ما رح تجي أختي لهون الماما رح تكون بهذا النشاط. أمي بس حتى راجات ما رجع، رح دقله. أمي؟ أبي؟ آرتي! أهلا وسهلا. مرت اخي اشتقت لك. تعالي وقعدي. تفضلي. يا زلمة ما شفناكي، طولتي علينا هالمرة. قعدي. يلا بنتي احكي لي شو قصة مركز التدريب اللي صايرة معك انت وديف؟ انشغل بالنا. الحمد لله مرقت على خير بابا. قلي شو في اخبار عندكم؟ طمنوني عن احوالكم. تفضلي. نيلو إليلي كيف تدريبات كرة السلة معك؟ تعرفي كل شيء هون منيح، حتى تدريباتي ممتازة، بس المشكلة الوحيدة هي المصاري القليلة. ليش هيك عم تحكي؟ صاير شيء لعقلك؟ نيلو
أنا ما شرحت لك الوضع؟ ليكي أمي، ما في مشكلة أبدا، أنا إجيت لعندكن اليوم مشان وزع على الكل مصاري. هالمصاري ما في داعي إلهم حبيبتي، نحن مالنا محتاجين. أمي، مو قصة إنه محتاجين أو لا، أنا قلت لك من قبل أمي إنه رح أعطي الكل مصاري من راتبي بعد ما أتزوج، وأنتو بتعرفوا إنه أنا أخذت إذن ديف بهالموضوع قبل ما نتزوج أنا وياه، وحتى اليوم حكيت معه مرة تانية وأخذت إذنه ووافق لي. ليكي حبيبتي آرتي، القصة مو إنك تاخدي إذن، حبيبتي نحنا بالأخير ما فينا ناخد منك، يعني أنتي تزوجتي صار عندك عيلة ومسؤولية بيت كمان، ما هيك؟ إيه بابا بعرف هالشي، أنا ملتزمة بكل شي بهديك العيلة، بس برأيك ما لازم التزم بهاي العيلة؟ أنا مو جزء من هاي العيلة كمان؟